لقاء القمة بين الرئيسين، ثم لقاءات تستمر ربما زيارة 5 أيام تقريبا حتى 5 أبريل. أهم الملفات، ولو تحدثنا عن برنامج الزيارة، من إمتى بنحضر لهذه الزيارة؟ طبعا هو بطبيعة الحال في أعتقد أكثر من وفد سافر وعمل ترتيباته، وفود المقدمة كما تعلم بترتب ترتيبات، وعلى حد علمي في وفد برلماني هيسافر خلال ساعات لترتيب أيضا جزء من الزيارة. بعض الشخصيات المصرية الكبيرة اللي ليها تقل في الدول الأمريكية ساهمت وأدت الدور، لكن في النهاية هيبقى الأمر خاضع، وحضرتك يمكن شفت عن قرب دي تجارب فيها، في جزء من اللقاءات سواء للسيناتورز او مساعدينهم او عدد من الخبراء مراكز بيوت الخبره بعض وسائل الاعلام بتترتب في هناك وفق لحسابات معينه وتقديرات معينه. نعم. من السابق ان احنا نقول هيتعمل مؤتمر مش هيتعمل مؤتمر او هيكون في لقاء مدته كام او ما الى ذلك، دي بتبقى خاضعه لامور اجرائيه، لكن المؤكد انه الرئيس سيجري لقاءات كثيره على مستوى مستويين، مستوى مجموعات اصدقاء مصر في الكونجرس، دي مجموعات كبيره تشمل رؤساء ونواب رؤساء لجلسات لجان الكونجرس المختلفة، وحضرتك طلبت لقاءات وهم طلبوا بعض اللقاءات المباشرة في هذا، عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات اللي شغالة في مشروعات زي مشروع الكويز بيننا وبين الإسرائيليين وبين الأمريكان، وعدد من رجال المال والأعمال اللي هم هيستثمروا في مناطق معينة طلبا. العدد ده بيخضع لمواعيد السيد الرئيس هناك بطبيعة الحال. الجزء الاخير بقى اللي هو مرتبط باللقاءات المباشره مع مسؤولين، قد يكون هناك ترتيبات مباشره مع اعضاء الوفد مع المجموعه المناظره ليهم في البيت الابيض. اللقاء كتوقيت او ما سوف يعني يحدده بيخضع بطبيعه الحال الى المواعيد المناظره في نفس التوقيت، لكن هو هيبقى جدول مشحون في الايام بصوره كبيره، وجدول متنوع ومتعدد. انا اذكر حضرتك انا فاكر في السنه الاولى في اجتماع الجمعيه العامه اول حضور للسيد الرئيس كنا رتبنا لقاء مالدين اولبرايت في قبل اللقاء بنص ساعه او ساعه. ففي لقاءات كانت بتتم على مستوى شخصيات قبلها خلال ممكن ساعة أو ساعتين، وقتها كانوا عايزين يعرفوا ظاهرة الرئيس السيسي العربية الكبيرة والشعبية الجارفة اللي حصل عليها هذا الرئيس الكبير في هذا التوقيت. وبالتالي في بتبقى لقاءات جانبية أو لقاءات بيتم الإختار بيها قبلها، فبتبقى مهمة قوي. جدول الأعمال أيوة مهتم بقى هيبقى بحاجتين، حضرتك يا أستاذ أحمد عايز إيه والأمريكان عايزين إيه؟ استاذ احمد عايز، احنا عندنا علاقات متذبذبه بقى لها 7-8 سنين، مفيش زيارات من ايام الرئيس مبارك، في تقريبا مش عايز اقول شبه توقف فيه على علاقات سياسيه، مفيش دعوات وجهت للرئيس طوال فتره اوباما، وبالعكس علاقات كانت ربما الأسوأ في التاريخ بين مصر والولايات المتحده. صحيح. فده معناه ان احنا بنبدا في مرحله جديده او صفحه جديده. تبدا صفحه جديده، بس عند حضرتك اولويات رئيسيه هتطرحها. اولا قضيه الارهاب. قضيه الارهاب انت ستسوق لفكره او مقوله انك تواجه ارهاب، مصر الدوله الوحيده التي تواجه ارهابا منظما عجوز على اراضيها، تحتاج من الولايات المتحده الامريكيه حاجتين يا استاذ احمد ولازم يتقالوا بصوره مباشره. واحد دعم مباشر في موضوعات متعلقه بالتعاون الاستراتيجي. القضيه بقى ما تقفش حضرتك قدام اباتشي ده كلام وصفقات، ده كلام ماضي، كلام على المستقبل. في المواجهه مصر انجزت في المواجهه في سيناء من خلال القوات المسلحه، بتأدي دور جيد ودور متميز، والارهاب يندثر ويقل في مصر، لكن معركته ستطول. وبالتالي الرئيس السيسي هيقول ده، هيقول ان احنا بنواجه ده وانتوا كجانب امريكي بتواجهوا الارهاب في مناطق اخرى من العالم. مطلوب دعم مصر بصوره مباشره في هذا الاطار، ويكون في هناك لغه مباشره، ويكون هناك طلبات معينه ممكن مصر تطلبها في الجزء ده. زي ايه؟ لو انا هطلب او انا هتكلم بشكل أنا واضح برضو لهذا الامر في هذا الامر، يعني كتحليل لحضرتك ايه اللي ممكن احنا يعني لازم حبينه. لازم تطلب تحديث انواع معينه من انظمه الدفاع والاسلحه. القضيه مش اباتشي بس، انت محتاج دعم لوجستي وامني ومعلومات، وده بيتم على مستويات معينه، بس لازم تنقله الى مرحله تانية. المرحله الثانيه هو انك انت بتطور ادائك زي ما الارهاب وتنظيماته بيطور نفسه، وبالتالي هتبقى محتاج دعم امريكي في هذا، ما يحتملش ان احنا نتكلم في صفقات او نتكلم في هذا. في النقطه دي لازم اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، انه مصر هتطمن الولايات المتحده ان الصفقات السلاح اللي مصر عملتها والرئيس السيسي عملها ليس معناها ان احنا نتخلى عن الولايات المتحده او العكس.
ان مصر بتنوع مصادرها على اعتبار دي استراتيجيه وطنيه مصريه وضحها الرئيس السيسي منذ وصوله الى الحكم ان احنا بننوع مصادر السلاح. الجانب الامريكي المعترض على هذا في اعتراضات بعض الشيء كانت في بعض وسائل الاعلام او غيرها، احنا بنوقع صفقات مع الروس مع الفرنسيين مع بالظبط، يعني انت عندك تنوع في هذا فلا بد ان الرئيس هيطمئن رساله يعني تطمينات للجانب الامريكي انه ده استراتيجيه مصريه وطنيه قائمه على هذا، هتتحرك فيما يخدم مصالحنا بصرف النظر عن هذا. الرئيس السيسي تملي يقول عباره مهمه قوي ان احنا في شراكه استراتيجيه مع الامريكان، في تعاون مع الامريكان، لكن هذا ليس معناه ان ليس لنا علاقات مع كل القوى الاخرى حتى روسيا. روسيا بنعمل معاها برنامج نووي سلمي، الصين منفتحين عليها اقتصاديا استراتيجيا صفقات سلاح. يبقى اول جزء هذا الامر، الجزء المرتبط بالارهاب انك لازم تطلب زياده الايه المساعدات العسكريه. قائد المنطقه المركزيه كان في مصر من حوالي اسبوعين وقال هذا الكلام ان احنا ما فيش تغيير وما فيش كذا، بس ده تصريح مسؤول. لكن احنا محتاجين من البيت الابيض كتاب او بيان رسمي انه هنتكلم في موضوع المعونه العسكريه وممكن مصر تطلب زياده مليار. مليار ياتي في كام؟ مليار او اثنين او ثلاثه، مليار و300 يزيد بقى حضرتك، يزيد بصوره دوريه تمام. وممكن مصر هتطرح ده في اطار ايه؟ ان الولايات المتحده الامريكيه مع اسرائيل وقعوا اتفاقيه ب 38 مليار لمده 10 سنين جايه. نعم. هتقول لي طب وانت هتحازي اسرائيل وتبقى عامل اسرائيل؟ صحيح، لانك انت عندك معاهده سلام امريكا وسيط فيها ومشارك فيها وفي التزامات مصريه وفي التزامات امريكيه، يبقى ده جزء لابد ان حضرتك تتكلم فيه. مش هنتكلم في المعونه الاقتصاديه، ليه؟ لانه احنا النهارده بنتكلم انه كانت في افكار مصريه حضرتك تعلمها ان احنا بنتكلم في منطقه تجاره حره. الامريكان ادوا منطقه التجاره الحره الى البحرين والدول المغرب والدول الاردن. في افكار كتيره قوي في بس دي كانت واقفه اصلا لاسباب تدخلات معينه، كانوا طالبين منك طلبات معينه في وانت وقفتها بمنظمات تتعلق ببعض الناس، صحيح صحيح، نشطاء او غيرهم او غيرهم، وانت رفضت هذا الامر، رفضت وقفلت هذا الموضوع. هنعاود الكلام فيه، قول هتتكلم بقى حضرتك في حاجتين.